عالم الرسوم المتحركة عالم خيالي واسع يستطيع أن يسحر كل من يشاهده، وبالأخص أفلام ديزني والتي تحمل مكانة كبيرة في الكبار والصغار. نستعرض معاً 25 حقيقة لا تعرفها عن أميرة ديزني الأكثر شهرة. سنو وايت أصغر أميرة ديزني، حيث أن عمرها 14 عاماً، بينما تبلغ ياسمين 15 عاماً، وسندريلا وديانا هما الأكبر سناً إذ يبلغن 19 عاماً. وفي الحقيقة إن جميع أميرات ديزني هن جميعاً أطفال. فستان شخصية سندريلا صنف كأفضل زي بأزياء ديزني على الإطلاق. شخصية أرييل مستوحاة من أول امرأة أمريكية سافرت للفضاء الخارجي. شخصية بيل في فيلم الجميلة والوحش مستوحاة من النجمتين أودري هيبورن وفيفيان لي، وهي الوحيدة بين أميرة ديزني التي تمتلك لون عيون بندقي. حذاء سندريلا فقد بالفيلم 3 مرات، وليس مرة واحدة كما يعتقد الجميع، مرة في وجبة الإفطار، والمرة الثانية عندما كانت تهرب من الحفل الراقص، والمرة الثالثة أثناء حفل الزفاف. مولان هي الأميرة الوحيدة بين أميرات ديزني التي لا تعتبر أميرة حقيقية، إذ أن الأخريات جميعهن إما ولدن أميرات أو تزوجن من أمراء، وتليها بالطبع بيل والتي لم تنحدر من أصل ملكي. فيلم بوكاهانتس استغرق إنتاجه 5 سنوات نظراً للتفاصيل المعقدة بالفيلم وتقنيات التصميم الدقيقة. والفيلم يروي قصة حياة بوكاهانتس، وهي امرأة من السكان الأصليين لأمريكا وكانت ابنة لزعيم القبيلة. كان يوجد خلاف على لون فستان بطلة فيلم أرورا، إما أن يكون روز أو أزرق، وكانت النتيجة أنها ظهرت بفستانين، واحد لونه روز وآخر أزرق. ميريدا هي الأميرة الوحيدة التي لديها إخوة، وهم الأمراء الثلاثة الصغار هاريس وهيوبرت وهيمش. تم تصوير فيلم سندريلا في البداية بممثلين حقيقيين، وبعد ذلك استخدم صناع الأنمي التصوير الحقيقي كمرشد لهم لعمل فيلم سندريلا بالرسوم المتحركة. هل تصدق أن إلسا كانت في الأصل الشخصية الشريرة في فيلم فروزن، فلم يكن ثمة صلة قرابة بينها وبين أنا، حيث غير مصممي ديزني رأيهم عندما سمع المؤلفون أغنية دعها تنطلق. قاموا بتغيير قصة الفيلم وجعل إلسا من الشخصيات الرئيسية في الفيلم ومن الأميرات المحبوبات التي نعشقها جميعاً. بعد إنتاج فيلم الجمال النائم، استغرقت شركة ديزني 30 عاماً لابتكار أميرة جديدة حتى ظهرت الأميرة أرييل في فيلم الحورية الصغيرة في عام 1989. تمتلك الأميرة أورورا ميزة منفردة تميزها عن غيرها من أميرات ديزني، فهي الوحيدة التي لديها عيون بنفسجية اللون. شخصية ميريدا والتي ظهرت بفيلم حمل نفس الاسم، مظهرها مستوحى من النجمة ليلى كول. كان فيلم ميريدا الفيلم الأول الذي ظهرت به أميرة لديزني تتحدث بلكنة ليست أمريكية. شخصية الأميرة تيانا ترشح لأداء صوتها عدد كبير من النجمات، وهم تيارا بانكس، جينيفر هاتسون، وإليشا كيز، وبيونسي، وفي نهاية المطاف قامت بها النجمة أنيكا نوني روز. بوكاهانتس هي الأميرة الوحيدة التي تمتلك وشماً موجود على كتفها. تيانا هي الأميرة الوحيدة في عالم ديزني التي لديها غمازة على خديها. أنا هي الأميرة الوحيدة التي غنت مع الشرير في الفيلم أغنية رومانسية، وهي الحب هو باب مفتوح، وقد غنتها مع شرير الفيلم هانز. أفضل مشهد يفضله والت ديزني هو عندما تحول رداء سندريلا القديم إلى فستان جديد في منتهى الروعة والجمال، والذي ذهبت به إلى الحفل الراقص، في حين صرح المقربون من والت ديزني أن سندريلا كانت أميرته المفضلة. ميريدا تتميز بشعرها الأحمر المجعد الكثيف والذي يمنحها جمالها المميز، ولكننا لو قمنا بفرد شعرها المجعد سيبلغ طوله 122 سنتيمتر. الأميرة رابنزل تمتلك أطول شعر بين أميرات ديزني جميعاً، والذي يبلغ طوله أكثر من 10 أمتار، كما أنها الوحيدة التي تمتلك قوة خارقة. الأميرة أورورا في فيلم الجمال النائم لديها أقل قدر من الحوار لجميع أميرات ديزني، وذلك ربما لأنها أمضت معظم وقت الفيلم في النوم. قام جاكي شان بتأدية صوت شانغ في النسخة الصينية من فيلم مولان. كان والت ديزني يخطط لتكملة لفيلم سنو وايت بعنوان عودة سنو وايت، ولكن لسوء الحظ لم يتم إنتاجه قط. فتخيل لو تمكنت سنو وايت من العودة إلى الملكة الشريرة ومواجهتها دون الحاجة لأن تتخفى في الأحراش منتظرة أن ينقذها الأمير. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.